السلام عليكم طلاب الثاني متوسط، وعندنا اليوم درس جديد من يونت 7 وهو لسن 6. لسن 6 صفحة 76. A warmer world، عالم أدفئ. ده يتكلم عن ارتفاع درجة حرارة الأرض والمحيط بالأرض. إذن طلاب الدرس، أسئلة وأجوبة مطلوب للامتحان، معاني كلمات. رح نوضح فكرة من القواعد اللي انذكرت هنا، بس نبدأ كلامنا بيدنا على صفحة 76. أول سؤال يسألك يقول شوف الصورة. What does the picture tell you؟ شو تقول لك هاي الصورة؟ هاي الشمس وهاي الأرض، والمحيط بالأرض نسميه atmosphere، الغلاف الجوي. فعندك الشمس جدة تنطي للأرض heat، حرارة. بعضها دا تمتصها الأرض وبعض الآخر ينعكس. إذا دا ترتفع درجة حرارة الأرض بمرور الوقت، وطبعا هاي المشكلة اللي دا يعاني منها أغلب دول العالم بالوقت الحالي، وبالذات إحنا بالعراق. ارتفاع درجة الحرارة مال الأرض دا يتبع تغير مناخي، دا يتبع جفاف وتغيرات خطيرة أخرى. راح نقرأ ونشوف شنو الممكن نستفاد لقاء مع إحدى الساينتست العلماء بالموضوع. سألوها مقابلة: Is the world getting warmer؟ هل العالم أو الأرض getting warmer؟ warm دافئ، getting warmer يعني دا يتحمى، مو دا تحمى يعني ترتفع درجة حرارتها. قالت لهم Yes it is. Why is this happening؟ ليش هذا الشيء دا يصير؟ There may be other causes، هناك أسباب أخرى، but it's mainly، الشيء الرئيسي هو our fault، خطأنا نحن البشر. Why is it our fault؟ ليش خطأنا؟ We are burning fuels، نحن نحرق الوقود، like coal، الفحم، gas، الغاز، oil، النفط، and wood، الخشب. And we are driving cars، ونركب السيارات ونحرق وكذا. I don't understand، مدى أفهمك، إيش تقصدين؟ All these، كل هاي الأشياء ذكرتها، حرق الوقود والسيارات اللي بالشارع وغيرها، وإحنا المولدات اللي بالشارع وغيرها. All these produce، ينتج gases، ينتج غازات، that trap heat، تبعث الحرارة in the earth atmosphere، إذا تبعث الحرارة للغلاف الجوي. If the world gets warmer، في الشرطية، إذا العالم ترتفع درجة حرارته، what will happen، شي يصير؟ إذن if the world gets warmer، if بمضارع ولا بمصدر، حالة الأولى من if الشرطية، إذا ترتفع درجة الحرارة شي يصير؟ if بمضارع ولا بمصدر، إذن إيش راح يصير؟ The ice caps will melt، الكاب هو الكاب القبعة، فالأرض بيها الكاب الشمالية القطب الشمالي والكاب الجنوبي، مثل القبعة على الأرض، جليد بجليد. فإذا هذا الجليد بدأ يذوب، الماء وين يروح؟ ترتفع مستويات البحار، أكو أماكن راح تغرق بالماء وأكو أماكن راح تتغير. فالسؤال يقول If the world gets warmer، إذا ارتفعت درجة الحرارة، What will happen، ماذا يحدث؟ The ice caps، اللي هي الكاب الثلج القبعة القطب، will melt، سيذوب. So the sea level، مستوى الماء بالبحر، will rise، يرتفع. This means، هذا يعني some land، بعض الأراضي، will disappear، ستختفي. Also it's possible، احتمال، that the weather will change، والطقس يتغير. In what way، بأي طريقة؟ We might have hotter summers، صيف حار، أحر من اللي إحنا عندنا هسه، and wetter winter، وشتاء ممطر جدا، فيضانات. In some hot countries، بعض الدول الحارة، there may be less rain، المطر يصير أقل، and هاي إحنا، and some farmlands، وبعض الأراضي الزراعية، might become desert، تتحول إلى صحراء. Will all this happen soon، هل سيحدث هذا قريبا؟ Some things are already happening، بعض الأشياء بدأت فعلا تحدث. But others may take، تأخذ لها فد 30-40 سنة، 30 إلى 40 years.
Can we stop it happening؟ نقدر نوقف هذا الشيء؟ مرجع الأرض حلوة، نقدر؟ جاوبته We can if we want to. نقدر إذا نريد. Okay. إذا قرينا هذا النص جواش مكتوب جوا قالك استخدام المي والمايت. طلاب المي والمايت كلمات تدل على الاحتمالية. زين؟ خطأ أن تتوقع إنه المي مضارع والمايت ماضي. خطأ. لأن معناها احتمال. بس المي احتمال أقوى من المايت. يعني المايت احتمال ضعيف. المي احتمال أقوى. بس تستخدم بالبريزنت وبالفيوتشر بالمستقبل وبالمضارع. باش مكتوب لك راح اترجم لك اياه هنا الشرح. We use may and might to say there is a chance احتمالية that something is true فشي يجوز يصير or that is possible محتمل something will happen انه احتمال فشي يصير او احتمال هذا الشيء موجود او حقيقة. زين. Both are used to talk about the present. نستخدمها اثنين للحديث عن المضارع أو الفيوتشر أو المستقبل. بس الفرق might is less certain. might أقل توكيد من المي. يعني المي احتماليتها أقوى. المايت احتماليتها أضعف. والجمل المكتوبة هي مكتوبة هنا. إذن أول تنبيه بالنسبة للقواعد ينبهك إنه تستخدم مي أو might لازم وراها فعل مجرد. وطبعا مي احتمال ومايت احتمال أضعف. I may not be. I may not be at school tomorrow. احتمال ما أكون بالمدرسة. It might be too windy. Might be احتمال بس ضعيف. Be المصدر مجرد. Too windy. يعني جو يكون عاصف جدا to go sailing this afternoon. احتمال ما نقدر نطلع sailing. تمام. إذا هنا طلاب انتهى student book إلى activity book صفحة 112-113. اجهز. 112-113. 112 تمرين رقم 1 اكتب مهم جدا للامتحان. تمرين رقم 2 مهم جدا للامتحان. تمرين رقم 3 مهم جدا للامتحان. ابدالي بتمرين رقم 1. Do we know that the world is getting warmer? هل نحن نعلم ان درجة حرارة الارض ترتفع؟ طبعا yes. وين كاتبت هاني؟ Yes we do. نعم نعلم ندري بهاي المصيبة. B. Why do cars make the world warmer? ليش السيارات تساهم بارتفاع درجة حرارة الأرض؟ السبب because cars produce tentage gases غازات that trap heat تبعث الحرارة in the earth atmosphere في الغلاف الجوي المحيط بالأرض. سؤال C. What do we get when ice melt? ماذا نحصل إذا الثلج يموع؟ عادي إذا الثلج يموع we get water. نحصل على الماء. بس حسب بدي يشرحها بالقطعة راح نقول the sea level مستوى البحر will rise راح يرتفع مستوى المياه بالبحر. D. Why will the sea level rise? ليش يرتفع مستوى المياه بالبحر؟ Because ice caps لأنه الice caps اللي هي القطب القطبين will melt تذوب and rise the level of water ويرفع مستوى المياه in the seas بالبحار بصورة عامة. هسا E. Which of the fuels أي نوع من الوقود do you think factories المعامل أو المصانع burn تحرق؟ تختلف. المصانع تحرق الكول الفحم الأويل النفط الغاز وغيرها. F. يقول do you think factories will stop using them؟ تتوقع أنه المصانع رح تتوقف عن استخدام هذه المحروقات؟ طبعا جواب حسب الطالب. هو دي يقول لك انت ايش تتوقع؟ واحد يقول ايه اتوقع هذا الشيء، واحد يقول لا ما اتوقع. بالنسبه لنا راح ننطي امل ونقول yes I think they can use electricity يقدرون يستخدمون الكهرباء. نجي على السؤال الاخير if the world carries on getting warmer اذا استمر العالم بارتفاع درجه الحراره what might happen to Iraq لا سامح الله ايش يصير بالعراق؟ It might become a big desert. ممكن يتحول إلى صحراء. ممكن اسم الله إن شاء الله ماكو هذا الشيء. It might have hotter summer. صيف حار. Wetter winter. الأغلب إنه some farms might farmlands يعني أراضي زراعية might become شتصبح deserts صحراء. إن شاء الله ما يصير هذا الشيء. السؤال الثاني.
put in order, put the words in order. رتب الجمل التالية. كلمات سويها جمل مفيدة. مهم جدا. My, be, arm, I, broken. نبدأ بالفاعل ونقول I think my arm might be broken. باعوا المايت وراها مصدر مجرد. Might be broken. أعتقد ذراعي مكسور. Be, might their life on Mars be. مارس المريخ. There, يوجد. There might be life on Mars. يعتقد أنه أكو حياة على المريخ. See, with, to, be, homework, الواجب, your, able. I might be able. I might be able to help you with your homework. أساعدك بالواجب. D, think, this, bag, might, I, be. I think this might be your bag. أعتقد هاي جنطتك. E, are, may, gray, رصاصي, it, very. The clouds are very dark. Are very gray or are very dark? The clouds are very gray. Gray, ماكو dark. The clouds are very gray. It might rain. أعتقد راح تمطر. F, pass, might, study. If you not, don't you? If you don't study. If you don't study. اف بمضارع. مايت هنا للاحتماليه، هم اف الشرطيه تعتبر. If you don't study you might not pass. اذا ما تقرا ما تنجح. طبعا اذا ما تقرا ما تنجح، تستاهل. جي، may, job, offer, think, me, I, they. صح نقول I think they may offer me the job. اعتقد راح يعرضون علي هذا العمل. طلاب بالنسبه للسؤال الثالث حكملكم اياه حكي وياكم شفوي. Complete the sentences. أكمل الجمل التالية أما بmay أو might. طبعاً بكيفك. ما حد يجبرك بmay أو might. حط له اثنينهم بmay. حط له اثنينهم بmight. كيفك. If my friend visits me today. اليوم إذا جاني صديقي. We may play some video games. We may play football together. We may go for a walk. كلها صح. اثنين طبعا اف بمضارع المي بمصدر حلت محل الول بالاحتماليه. If the weather is good at the weekend. اذا الطقس good at the weekend يعني شويه نقول للويكند يعني شويه ابعد احتمال اضعف احلى نقول مايت بس يا اثنين انصح. If the weather is good at the weekend we might go on a picnic. يجوز نروح سفره. If the weather is good, we might go on a picnic. بالنسبة للتمرين رقم 4, املأ بكيفك الجمل التالية. I may not, ربما, ربما, لا, might. كل طالب يجاوب بكيفه. حل السؤال بالملزمة موجود. وراح أقرأ لك من نموذج هسه. Eat less meat. I may eat less meat, but I don't like the fruit and vegetables. بس ما أحب الخضار والفواكه. بس خلي أكل أقل لحوم. Use less water. نستخدم ماء أقل. I might use less water, but it is too hot in the summer. يعني نريد نقلل استخدام الماء بس نحتاجه بالصيف حارة. وإلى آخره. طبعا كل طالب يكتب جملة بكيفه حسب المثال الموجود. واحتماليته أقل طبعا بالامتحان. بس هو نشاط صفي. ومع ذلك موجودة حلولة بالملازم. إذن انتهى lesson 6 ونلتقي مع lesson 7 بالدرس القادم. Thank you.